بقولك ايه؟ قول انت مع التطبيع ولا ايه؟ لا مش مع التطبيع، حتى يسترد الشعب الفلسطيني كافة حقوقه على ارضه وتعود القدس عاصمة لفلسطين. امال ايه اللي وداك اسرائيل؟ انا رحت لسبب انساني، ان انا بنتي كانت بتشتغل دبلوماسية في الخارجية المصرية تمثل مصر، وكانت أول واحدة عنصر نسائي يعمل في رام الله في وسط الاحتلال وفي وسط المظاهرات وفي وسط، فكأب رحت معاها، سافرت لها بعد سنة ونص أنا ووالدتها. هي عاشت هناك فترة طويلة، عاشت سنتين وشوية، وزيارتي تمت عن طريق الأجهزة الأمنية المصرية وتحت رعايتهم، ومن ساعة ما بعتولي التأشيرة لغاية ما خدوني من الطيارة وكنت في معية الأجهزة الأمنية المصرية والسفارة المصرية عشان أشوف بنتي عايشة إزاي وأطمن عليها. ماشي اللي تشوفه. قول يا سيخ الخالي. طب بقولك إيه؟